في عدة نقاط رسائل هامة لعل يتيسر أني أشير لها ولو حتى بسرعة. يعني نعم. أنا آسف حقيقة أننا دائما نأتي ونتألم فقط. نعم. نأتي ونتألم هذا لا يكفي يا أخي. نعم. لا يكفي. بالنسبة لموضوع درنا الآن، بعض الأشياء التي أمامنا جميعا، رقم واحد هو توثيق كل ما يحصل من أذى لأهل درنا الذين خرجوا والذين بقوا، نعم، وحالتهم الإنسانية والصحية وكرامتهم والمعاملة التي يتعرضون لها. نريد توثيق جميع هذه الأشياء. ينبغي على محطتكم أن تكون يعني تستقبل من أهالي درنا، عشان ما يقولوش أهلنا في درنا من نوثق. أنا رأيت للسيد المحترم عماد الدين المنتصر تصفحت صفحته، لقيت حاط الإيميل بتاعه وطالب بالتوثيق، نعم. وأنا أؤكد على هذا الأمر وأقول حتى التناصح يجب أن تستقبل، ونحن متواصلين مع فريق محاماة أمريكي وفرنسي هو مستعد كذلك للاستماع لأهل درنا، نعم، وللاستماع لآلامهم. فنقول يجب أن نوثق ويجب أن نتابع حالة أهالينا وأبنائنا وأخواتنا وإخوتنا وآبائنا وأمهاتنا في درنا. من لم يشعر بأهل درنا أنهم أهله فليس بالإنسان السليم القلب على الإطلاق. هضم أهلك وهضم ناسك. هضم أهلك وهضم ناسك ولم يكونوا معتدين على أحد. الطرف الثاني اللي هو حفتر عندنا ملفات ضده وملفات جرائمه عند الأجنبي وعند الليبي، عند الفرنسي وعند الأمريكي، عند البريطاني وعند الهولندي. ماذا تريدون أخرى؟